فتحه كبيره. ادي لقاء اخر يمكن اقوى اللقاءات، البرازيل وهولندا، وهدف التقدم هنا لروماريو نجم البرازيل، ثم هدف اخر لبيتو، عدى حلو قوي ببيتو هنا، وعلى طول يبقى 2 لا شيء لمنتخب البرازيل. ثم الرد الهولندي من دينيس بيركامب، طبعا هدف رائع لهذا النجم لاعب الارسنال حاليا وكان نجم نجوم اياكس. ثم هدف التعادل للاعب فينتر، امامنا هدف التعادل، ولكن برانكو بقى البرازيلي كان له راي اخر وقذيفه لا تصد ولا ترد، يفوز البرازيل 3-2 في هذا اللقاء امام